لو سمح، ألا تعلم أين جودة؟ إن جودة مريض ولم يأتي إلى العمل اليوم. ألا تعلم أين خيمته؟ بك، هل حدث لك مكروه؟ إن جودة مريض ولم يفتح دكانه اليوم، هيا بنا كي نزوره. لقد أفزعتني فزعا شديدا. هل علمت مكان خيمته؟ نعم، هيا بنا. إنها حقاً مفاجأة لم أكن أتوقعها. لقد أصرت أختي أن نأتي لنزورك بعد أن مرت عليك في الدكان ولم تجدك هناك. لم أقدر أن أذهب إلى العمل، فعظامي كلها تؤلمني. هل ذهبت اليوم إلى البئر؟ ذهبت البارحة بعد أن انتهيت من العمل. وهل استحممت؟ نعم. هذا هو ما أصابك في عظامك. وهل الاستحمام يصيب الناس في عظامهم؟ إنك لا تعرفين كيف يستحم وجودة. إنه يملأ دلوه بالماء ثم يصبه على رأسه وهو بملابسه. أنا لا أستحم إلا بهذه الطريقة. وأخبرنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحمة الله علينا وعلى أخي موسى بن عمران، لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب العجاب. ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ماذا بك؟ لا شيء. أراك شارد الذهن منذ مدة. أفكر أحياناً أن الآلهة تشفق علينا ولهذا لا ترزقنا بطفل. لا أفهم ما تقول. أقصد أننا لو رزقنا بطفل لكان مصدر تعاستنا في هذه الصحراء. إن الأطفال لا يصدرون التعاسة، إنهم يصدرون إلينا السعادة. السعادة في هذه الصحراء؟ أننجب طفلاً في هذه الصحراء ويكون سعادة لنا؟ إنني لا أستطيع أن أرى ابني جائعاً أو ظمآناً وليس في يدي شيء أفعله له. في هذه الحق معك. هذه فقط؟ وبعض الأمور إلا أمور موسى. قال الخضر: سنبيت ليلتنا هنا. وكان الخضر على مشارف القرية التي سيدخلها هو وموسى، قرية الجدار. سنرى ماذا سيفعل جودة بعد هذا الموقف من أختي. لقد وقفت معه وقفة رجل. لقد ذهبت في الصباح الباكر إلى الدكان. أتمنى أن أراها وهي تعمل بالحدادة. وأنا كذلك. إذن هيا لنراها. هيا.
قال الخضر: لم يعد معي الكثير من الماء، هيا لنبحث عن بئر لأملأ منه الجرة. ما الذي أتى بنا إلى طريق الجدار؟ وماذا في هذا الطريق؟ إن هذا الجدار يكاد يسقط في أي لحظة، وهو مرتفع كما ترى وذو أحجار ثقيلة، وإن وقع على أحد فسيرضيه قتيلاً. هيا بنا. قال الخضر: إنها حقاً قرية غريبة، لا توجد بئر واحدة في القرية ولا عين ماء، لا يوجد لدينا الآن غير أن نطرق أحد أبواب أهل هذه القرية حتى نملأ منه ماء. انتظر يا إسرم. ماذا تريد؟ سأذهب معك إلى السوق. فلتنتظر أنت مع والدتنا حتى إذا أرادت شيئا جئتها به. والدتي أخبرتني أنها ستغفو قليلا، هيا نذهب سويا. أما زلت خائفا من الجدار؟ بلى، إني أخاف أن يقع على أحد ويرديه قتيلا. لا عليك، فلا أحد يمر من هذا الشارع بسبب الجدار. زن لنا نصف رطل من الجزر يا أبتاه. أهلا. أتعرفنا؟ أجل، وكنت أعرف أباكما. فليرحمه الله. لقد كان أبوكما رجلا صالحا. يا ليته كان معنا إلى الآن. وما بال الجدار؟ أوقع؟ لم يقع بعد. لقد شيده أبوكما منذ زمن بعيد.